أولا هي ليست المرة الأولى التي يتخلى فيها النظام التركي عن المرتزقة الذين يجلبهم أو الذين جلبهم إلى ليبيا. سبق قبل عدة شهور أن اعترض عدد من المرتزقة على عدم تحصل الرواتب التي كانوا قد اتفقوا عليها في الشمال السوري. يعني هذه كانت مرة حقيقية. أيضا بالإضافة إلى أن النظام التركي كان يتعاقد مع أو كان يتفق مع المرتزقة السوريين من أجل أن يدفع الرواتب من أموال النفط الليبي في طرابلس. حكومة الوفاق الرويدة تتخلى عن علاقتها مع تركيا، تتجه أكثر نحو الاعتدال الدولي، تتجه أكثر نحو القانون الدولي، تتجه أكثر نحو الاستقرار، تبتعد قليلاً عن استخدام المرتزقة والإرهاب والتشيات وما شابه. كل ذلك أدى إلى تفاقم الأزمة، سيما إذا ما وصلنا إلى حل سياسي برعاية جميع الأطراف والفرقاء الليبيين اتفقوا جميعا على حل سياسي، لن يكون هناك للميليشيات اي دور والمرتزقه في القلب منهم. سيما ان شروط ابرز شروط وجود حل سياسي في ليبيا هو طرد الميليشيات والمرتزقه. هذا هو ما الان. إذا بالتالي يعني يمكن القول بأن تركيا أزلت يدها عن هؤلاء المرتزقة، وبالتالي لن تدعمهم يعني بأي إن كان من الأسلحة والرواتب أو أي شيء آخر. عفوا، سؤال مرة أخرى. نعم، يعني بعد ما تفضلتم به، هل يمكن القول بأن ما تقوم به تركيا الآن بعدم يعني إعطاء الرواتب للمرتزقة هو كأنها تسحب يدها عنهم ولن تدعمهم مرة أخرى، وبالتالي ألن يؤثر ذلك على حسابات تركيا في ليبيا؟ تركيا الآن تحاصر في ليبيا، الحل السياسي يحاصر تركيا، يحاصر التواجد التركي، يحاصر حتى المرتزقة ومن جلبتهم إلى ليبيا. الحل السياسي وحل المشكلة الليبية ووجود حكومة وما شابه يلقي بتركيا خارج الملعب السياسي، سيما أن الحل السياسي في ليبيا يفرض وجود حكومة وجيش واحد وقوة واحدة وسلطة واحدة، وحتى المجتمع الدولي سيتعامل مع الوضع الليبي كقوة واحدة. لن يكون كما كان أو كما هو الآن وجود حكومتين وما شابه وقوتين ومشاكل معروفة. تركيا تحاصر. أما فيما يخص وجود المرتزقة السوريين والمشاكل التي يعيشونها الآن من تظاهرات وعدم دفع الرواتب، فهي أيضا في مرمى الحل، بمعنى أنه هؤلاء المرتزقة الحكومة الوفاق لن تدفع لهم الأموال النصف الليبي، لن تدفع لهم، هو بالضرورة أو ينسحب على حصار الدور التركي، لأن تركيا هي المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة وهي التي وعدتهم ومنتهم بالحصول على أموال. فالعملية برمتها تصب في صالح حصار تركيا وفي صالح وجود حل سياسي وحل المشكلة الليبية بشكل عام. إذا بالتالي مع هذا الحل السياسي هل يمكن القول بأن تركيا خرجت من المعادلة الليبية؟ تركيا في وجود إذا حل المشكلة الليبية ووجد حل سياسي وحكومة واحدة تخرج تركيا. تركيا لا تريد يكون هناك حل سياسي. نعم. تركيا تعتاش على الحرب، تعتاش على وجود الأزمة. طالما ليبيا هناك أزمة وهناك فريقين وقتال داخلي وميليشيات وما شابه وحكومتين وما شابه، طالما وجدت تركيا، تركيا لن تكون موجودة إذا ما وجدت حكومة واحدة وتم حل الأرض الليبية. الذي يحدث الآن أن مصر ودول الجوار والمجتمع الدولي لديه نية لأن حل المشكلة الليبية عن طريق حل السياسة، عن طريق وجود حكومة واحدة وحل الأزمة حتى تتجه ليبيا إلى دولة واحدة والشروع في الانتخابات وما شابه. تركيا فقط ضد ذلك. في حال نجح الحل السياسي ونجحت المعضلة الليبية في فك الشفرة، خرجت تركيا خارج الملعب الليبي. كلما بقي الوضع كما هو عليه كلما وجدت تركيا. أنا أتصور أن دخول لاعبين كبار على 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 مستوى الأزمة مثل مصر التي كان لديها وضع رفيع، أمن رفيع،
قبل ايام لحل الازمه حل حقيقي وهناك اراده قويه من المجتمع الدولي، اتصور ان هذه الحلول تاتي ثم الحل الشامل الذي يطرد تركيا خارج الملعب التركي، خارج الملعب الليبي عفوا يعني. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة الكاتب الصحفي السيد أحمد الخطيب على ما تفضلتم به.